Ladies and gentlemen, for those of you who didn't really understand the words, they were very simple. They were about Tunisian women and what it is to be a Tunisian woman and proud of this land. احنا باش نواصلوا في اكتشاف بنود هذا العهد او الباكت ما سميناه الباكت الميثاق سامحني باش نقلبوا شويه الميثودولوجي وتاكد انه سليم الغماني وعلي مزغني اللي قراوني باش تغشوا ياسر معناها لانه بعد ما بدينا بالفصول باش نرجعوا للبريامبل سي جي موفيز نوت معناها سي تيح كونتر اما مش اللي يجي باش يقرا لنا التوطئه باش يقراها لنا هو ماهوش موجود معنا ولكن معنا بالفكر توفيق الجبيلي باش تسمعوا صوته بعد شوي Alors, évidemment, je pense que tu vas être repêché, voilà, ça va. Je connais du monde. Donc, on revient vers le préambule du pacte, mais une voix, une personnalité d'exception, M. Tawfiq Jbeli, une partie du préambule de ce pacte. Ladies and gentlemen, after we presented the first amendment or chapter of the pact, because we are in Tunisia and we don't do things the same way around the world, we will be reading the opening. And it's a voice over, so it's not in voice. ميثاق تونس للمساواة والحريات الفردية. إيمانا منا بأحقيتنا في تونس تتسع للجميع. اختلافاتنا وألواننا وإيقاعاتنا وتنوعنا وقناعاتنا. وانتصارا منا لألق الحرية وقد أدركنا السبيل إليها وذودا عنا أفرادا ومجتمعا من التفرقة والتحقير والإقصاء وإنارة لدرب أجيال قادمة طاقت إلى تونس أجمل وهي أهل لها نعتبر أننا نعيش اليوم لحظة فارقة بصدور تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة ونشره للعموم وندرك تمام الإدراك مسؤوليتنا في اقتناص هذا الموعد التاريخي لتنقية التشريعات التونسية من براثن التمييز وأشكال تقييد وقمع الحريات وذلك تجسيدا لمقتضيات دستور 27 جانفي 2014 وتجانسا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتناغما مع التوجهات المعاصرة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية ونؤكد نحن ممثلات وممثلي الجمعيات والمنظمات والنقابات والأحزاب والشخصيات الوطنية تمسكنا بما خلصت إليه لجنة المساواة والحريات الفردية من استنتاجات هامة ومقترحات جدية لمشاريع قوانين نعتبر أنها تمثل أرضية مشتركة وصلبة يمكن التفاعل حولها وتطويرها وذلك أولا لحاجة قانونية من حيث ضرورة ملائمة جميع التشريعات مع الدستور التونسي ذلك الدستور الذي رحب به التونسيات والتونسيون أجمعين وصفق له العالم لحظة تبني واعترف وضمن لائحة هامة من الحريات سواء العامة أو الفردية دون ما تقييد أو تمييز بما حسم الجدل حول المشروع المجتمعي وقطع السبيل أمام المشككين في حق التونسيات والتونسيين في الإنسانية والكرامة والأمان ووسع الأمال في أن يكون الشعب صانعا لتاريخه مؤمنا بأن العلم والعمل والإبداع قيم إنسانية سامية ساعيا إلى الريادة متطلعا إلى الإضافة الحضارية وذلك على أساس الاستقلال القرار الوطني والسلم العالمية والتضامن الإنساني توطئ الدستور واليوم يقترح التقرير تفعيل تلك القيم والأحكام الدستورية كي لا تظل حبرا على ورق ثانيا استجابة لنضالات القوى الفكرية والحقوقية والسياسية والمدنية والمواطنية التونسية من حيث مطالبتها على مدى أجيال متعاقبة بإقرار واحترام المساواة والحرية الفردية كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الكونية وهي مطالب آن أوان تلبيتها ثالثا تدعيما للديمقراطية ببلادنا وذلك عبر القطع مع مختلف أشكال الانتهاكات والتضييقات التي تطال الحريات الفردية وت...
تنال من المساواة بما عمق الفساد وقوى الاستبداد، إذ طالما شكلت الحريات الفردية مدخلا لتصفية المعارضين السياسيين والحقوقيين وملاحقتهم والتعريض بهم بغية عزلهم عن المجتمع، وطالما كانت أشكال التمييز مدخلا لإقصاء الفئات الأكثر هشاشة وفقرا من بينها النساء والشباب من المشاركة في الحياة العامة، وهي جميعا سمات الأنظمة الاستبدادية التي حان وقت التخلص منها. رابعا، تثبيتا لدولة القانون التي تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون. لقد خاض الشعب التونسي منذ قرون خلت نضالات طويلة ومريرة لكي يكون سيد نفسه وصاحب قراره، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون إعادة الاعتبار للفرد من أجل تركيز الثقة بين المجموعة الوطنية على أساس قوانين وضعية ومؤسسات ديمقراطية تضمن العيش المشترك والكريم للجميع دون إقصاء أو استثناء. خامسا، تعزيزا لما دأبت عليه بلادنا منذ ثورة 2011 من كسر لقيود التخلف الحضاري والاجتماعي والتشريعي في سبيل مواكبة التطورات التي يعيشها مجتمعنا، ومن أجل الرقي بالإنسان التونسي عبر إعلاء قيم الحرية والمساواة التي بدونها لا حديث عن كرامة للفرد أو عن سلم للمجتمع. سادسا، كسبا لمعركة الكرامة تلك التي لا سبيل إليها دون توفير مقومات العيش الكريم كالشغل والصحة والتعليم والسكن التي يجب على الدولة حمايتها، وأن تتخذ وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي والتدريجي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. كما أن هذه المعركة لا يمكن أن تنجح دون تربية الأجيال القادمة على الحرية في كامل معانيها وشعور الفرد أنه سيد نفسه، وتنمية قدراته على نقد ومقاومة تسلط الجماعة والإجماع. فبناء التضامنات الاجتماعية بين مختلف الشرائح المجتمعية وبين الأجيال يشترط قبل كل شيء أن يكون الأفراد أحرارا في أذهانهم، حريصين على اكتساب وتثمين الحرية في جميع أبعادها وأوجهها. لأنه من الضروري أن تتكاثف كافة القوى حول هذه الأرضية المشتركة، ورفعاً للمغالطات التي يتم ترويجها حول محتوى التقرير، نتوجه اليوم إلى كافة القوى الحية في البلاد، السياسية منها والحزبية والنقابية والشبابية وأعضاء مجلس نواب الشعب والمنظمات الوطنية والمنظمات غير الحكومية والشخصيات الوطنية من نساء ورجال ينشطون في جميع المجالات الثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية، ونطلب منهم مساندة وتوقيع ميثاق تونس للمساواة والحرية الفردية. ميثاق تونس للمساواة والحرية الفردية يأتي لمؤازرة تقرير اللجنة بمساندة أمهات الحرية الفردية ودعائم المساواة الواردة به بغية تحصينها من كل تشويه أو توظيف أو انتهاك، وبغية حشد القوى الحية ببلادنا حولها سبيل تدعيمها بالإصلاحات التشريعية الضرورية اليوم لبناء جمهوريتنا الثانية قوامها حرية الأفراد ومساواتهم التامة والفعلية دون أي اعتبار بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو المظهر الخارجي أو السن أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو التوجهات الجنسية أو حالة الحمل أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو النشاط النقابي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو مكان الإقامة أو الثروة أو النسب أو الحالة المدنية أو غير ذلك من الأسباب لإرساء قواعد دولة مدنية ديمقراطية تؤسس فعلا للجمهورية الثانية. انطلاقا من هذه الأسس ورغبة في تحقيق هذه الأهداف، نعلن التزامنا بما يلي: أولا، الحق في الحياة ملازم لكل إنسان، ولا يمكن لأي إنسان آخر أو سلطة أو دولة أن يهبه إياها وأن يحرمه منها، وعليه يتحتم إلغاء عقوبة الإعدام. ثانيا، المساواة ضمان لكرامة البشر، ولا يقبل التمييز أيا كان سببه وأيا كانت مبرراته وأيا كان شكله، وعلى الدولة أن تناهض التمييز الذي تتبناه في قوانينها وتعيشه
يفقد بالتالي إنتاجه في المجتمع. فاليوم لا مجال لانتصار القانون لبعض الشعب على حساب بعضه تحت أي مسمى، ولا يمكن أن يكون الجنس محددا أو مبررا للتفرقة أو الاستعباد أو الإقصاء من الحقوق والحريات. وعليه توجب إلغاء كافة أشكال التمييز القانوني بين النساء والرجال وبين الأطفال، سواء في الزواج أو الجنسية أو في رئاسة العائلة أو في الولاية على الأطفال أو في حضانتهم أو في الموارد والميراث أو اللقب أو غيرها. كما تتجه مكافحة كل أشكال التمييز السائدة في الواقع، وعلى الدولة القضاء على نزعات الكراهية والتفرقة والعنف المبنية على التمييز بين البشر، ومنها رهاب المثلية. ثالثا، الجسد حرية، كل فرد حر في جسده ومسؤول عنه، وفي حفظ الجسد حفظ لكرامة الإنسان. فلا يحق لأي إنسان آخر أو سلطة أو دولة أن تتحكم في جسد الغير بالقانون أو بالممارسة. وعليه توجب حماية الجسد من التعذيب أو الأذى أو الألم، الأمر الذي يقتضي تطوير تعريف التعذيب في قانوننا الوطني. فهمتوا؟ سمحنا التوقيت، أما ليه فهمتوا أنه هذه ماهوش